السلام عليكم، كيفاش توجدكم فيديو جديد؟ بون اليوم رحنا هنا في دار ثقافة، اليوم نحكي لكم على واحد السوجي تاع كريم براهمي، بغيتو تعرفوا وتسقسوني شكون هذا كريم براهمي. بون كريم براهمي هذا معروف بكريم اوبسيون اللي كان يفوت الحصص تاع المنشار. دونك ما نطولش عليكم وغادي نروحوا ان شاء الله، راني هنا في دار الثقافة، غادي ان شاء الله نتلاقى بدي كوميديان دو فنانين ونشوفوا الانطباعات نتاعهم والرأي نتاعهم واش يعطيونا على هذا الفنان. بون نوجه كلمة للعائلة نتاعه. كريم ما ماش، كريم مازال في قلوبنا، غادي نروحو نشوفو نسقسيو الفنانين ونشوفو واش يعطيونا الرأي نتاعهم، دوك نتلاقاو عندهم. السلام عليكم، أي أرواح. عطيهم انطباعات نتاعك حول هذا الفنان القدير اللي كان معانا. بون اليوم كاينه حفلة تكريم للسنة الأولى للمرحوم كريم اوبسيون، خونا وحبيبنا والإنسان المتواضع والمحبوب لدى الجمهور التلمساني والجمهور الجزائري. حنا جينا نكرموه. كريم ما يموتش، كريم خونا ما يموتش، ما ندري مات، نطلبوا له الرحمة بصح في قلوبنا جام يموت، ونبغوه بزاف بزاف، وإن شاء الله إن شاء الله شباب يموت. وعليكم السلام ورحمة الله. دونك مازال نمشيو عند فنانين واحد اخرين نتلاقاهم ويعطيونا الرأي نتاعهم، هيا نتلاقاهم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقادي عبد اللطيف، رئيس جمعية حدا منصورة. جينا أبينا إلى باش نلبيو الدواء باش إن شاء الله نوقفوا وقفة واحدة مع المرحوم كريم براهمي. كريم اللي سكن قلوبنا، كريم اللي كان حاجة محوايجنا، يعني كنا نحسوا به، واليوم إن شاء الله يعني الفارغ نتاعو خلانا فارغ كبير، وان شاء الله نحوسوا كيفاش نقوموا ان شاء الله بيوم تظاهري حول عنده سنه من اللي ضاع الله يرحمه، اللي نقوموا معه وقفه واحده ونقولوا كريم اوبسيون لا يموتش، كريم اوبسيون دائما معنا، كريم اوبسيون في تخيلاتنا وفي الذاكره تاعنا ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم رحنا في هذا التظاهر تاع المرحوم كريم اوبسيون، وان شاء الله ربي يرحمه، وكان اعز الاصدقاء، وان شاء الله رحنا اليوم رحنا نحييه الذكرى تاع ان شاء الله فيها تكريمات، ان شاء الله نحن هنا في دار الثقافة، والله يجعل ربي يرحمه والسلام. راكم فرحانين بالعطلة؟ راكم هنا في دار الثقافة؟ تحبوا الله شاطر؟ السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وتكونوا لاباس وتكونوا في الصحة وعافية. اليوم ذكرى وفاة كريم براهمي الممثل الفكاهي اللي كنا نشوفوه في عدة حصص وعدة أعمال تلفزيونية وكذلك عدة أعمال سينمائية. فقدناه السنة اللي فاتت، وكان فقدان تاعه أثر فينا، أثر فينا، أثر فينا احنا كعائلة فنية، وأثر فينا كجمهور، أثر فيه. ندعو له بالرحمة. كريم الحاجة الميزة اللي كانت فيه تعاملت معاه بزاف في عدة مهرجانات، في عدة حفلات، كنت كل ما نتصل به في عمل خيري سواء في دار العجزة ولا في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة يقول لي عيط لي بلا دراهم نجيهم، وين نكون؟ كان يجيهم وكان يصنع لهم الافراح حتى اللي وصل. هذوك المعاقين اللي سمعوا بالوفاة تاعه بكاو 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 بحرقة. حنا جات هاد الذكرى تاعه لنعاودوا نسترجعوا الذكريات تاعه والاعمال تاعه، وما علينا غير نقولوا له الله يرحمك يا ابراهيم، يا ابراهيمي كريم. امين امين. قولوا الله يرحمك. الله يرحمك ويرحم كامل امه محمد. قولوا امين امين. الى اللقاء. بونس معكم بصالح عبد العزيز، ممثل من تلمسان. اليوم عام على الوفاة تاع المرحوم كريم اوبسيون الله يرحمه، كريم براهمي. ان شاء الله يرحم كاع الأمة الإسلامية، انسان كان ما شاء الله، هو مات حقا بصح في قلوبنا مازال حي، مازال بلغة، مازال نتصلوا مع العائلة تاعه، ونشكروا كاع الناس اللي راها واقفة، الأستاذ هذا اللي راه يصور فينا، وربي يرحم كاع المسلمين، وشكرا. السلام عليكم. كيما شفتوا رحنا صورنا لكم هنا برا، كانوا تلاقينا مع فنانين كانوا هنا عطاونا انطباعات نتاعهم. دونك مازال نزيدو ندخلوا لداخل، هنا راهم هنا كيما شفتوا الثقافة راهم دايرينهم حفل تكريم على كريم براهمي. دونك نتلاقاو عندهم لداخل. أيا السلام عليكم.
السلام عليكم. الممثل سليم ألك جاهد سليم المعروف بسليم ألك بهذا المناسبة يوم 29 ديسمبر 2018، في نفس اليوم في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر 2017 كان معنا المرحوم كريم الحميد المعروف بكريم أبسو. قدمنا له التكريم باش ما ننساوش هذا الفنان، باش إذا قدرنا نرجعوا له شوية الشيء اللي داره هو إن شاء الله نكونوا موفقين. احنا التكريم هذا درناه للعائلة تاعو، وثاني رسالة للفنانين الجزائريين باش نقولوا لهم باش يمشي حتى كي يموت الإنسان باش نتفكروه. احنا كريم ربي شاهد علينا باللي كان حي كنا مفكرينه، إذا توفى كيف كيف رانا عادة مفكرينه. رسالة للفنانين باش يلموا بعضهم، كفانا بغضا كفانا حقدا، ونعم الحياة أنتم تاني هذا فرصه. السلام عليكم، معكم الفنان عبد الرزاق التلمساني في هذه المناسبة ذكرى المرحوم خويا وصديقي العزيز كريم أبسو الله يرحمه. نتقدم بشكر كاع جميع الفنانين اللي راهم حضروا معنا هنا وشاركونا في هذه الذكرى، ونتمنى ان شاء الله يكونوا قدينا كما قال. ما نقدرش نردوا له الشيء اللي داره كريم غير بشويه، ماذا بينا يكونوا كاع الفنانين، وتكريم للفنانين كاع اللي راهم حيين واللي ما تنطلب لهم الرحمه ان شاء الله، الله يرحمهم ويوسع عليهم. نطلب لكم يا كريم الله يرحمه ويوسع عليه، وما نسيناكش يا كريم، توجور باقي في قلوبنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. هنا بهذه المناسبه نتاع اخونا كريم الله يرحمه ويوسع عليه، هنا كلنا رفقاء نتاع المرحوم، كلنا ممثلين على مستوى قطر الجزائر، ندعو بهذه المناسبه، ندعو له الرحمه والله يرحمه ويوسع عليه. ان شاء الله نتمنى وزير الثقافه لازم يوقف مع الفنانين، ما يبقاش يروح يعطيها المغرب ويعطيها لتونس ويعطيها لفرنسا، لازم يجي لهم شهريه، لازم يهضر معاهم. دروك كاين لي فنان كيما هاد مرضي، هاد الفنان اللي مات خلا دراري ما عندهمش مدخول. انا نتمنى من هاد الناس المسائل يشوفوا فينا احنا الفنانين اللي على قيد الحياه، ونشكر الفنانين من كل جاونا على مستوى من هناك وهناك، جاونا ولاية تلمسان، نقول لهم مرحبا بكم ومرحبا بكم، البلاد بلادكم، انتم اهل الدار وحنا ضيوف عندكم، والسلام عليكم. بارك الله فيك. سمعتوا الكلمه الطيبه. دونك نتمنوا كاع الناس اللي راهم يشوفوا هذا الفيديو، نتمنوا كاع يرفدوا يديهم ويطلبوا الرحمه لكريم اوبسيون اللي خونا كما قال لك كاع الفنانين اللي فاتوا ومازال يزيدوا يفوتوا. كريم ما ماش، مازال في قلوبنا. دونك نتمنى الميساج كما قال يوصل. ما عليا غير نقول لكم كيما مداري، هيا روح روح. 29 ديسمبر 2017 توفى كريم ابراهيمي ربي يرحمه ويوسع عليه، واليوم رانا 29 ديسمبر 2018 الذكرى الاولى لوفاه المرحوم ربي يرحمه ويوسع عليه، لان الدعاء هو اللي ينفع يعني الانسان في قبره، ينفع مع رب العالمين. نطلبوا له الرحمه، وهذه التفاته طيبه من الفنانين ومن دار الثقافه عبد القادر علي الاولى، نشكرهم بزاف بزاف، والله يرحم كاع الفنانين اللي ماتوا، وتحية الجزائر، ونتمنى توجد الفنانين يكونوا هكا متحدين، ربي يخليكم ان شاء الله، وان شاء الله 2019 تدخل علينا بالخير ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في الذكرى الأولى لوفاة المرحوم كريم إبراهيمي، اللي نتمنى له الرحمة والمغفرة إن شاء الله. خونا كريم كان من أطيب الناس، الله يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه، كان خفيف الظل، يزعف ما يبينش، كان يضحك ديما للناس في وجوههم، يزعف يبكي وحده، يضرب ويبكي، ما يبكيش قدام الناس حتى ولا يدير حاجة. الله يرحمه يا كريم، ونتمنى لك إن شاء الله راك في قلوبنا إن شاء الله ديما، ونتمنى لك الرحمة والمغفرة. على كل حال السلام عليكم، معكم خوكم نور الدين باريبور. اليوم رانا موجودين في مدينه تلمسان، ورانا السبب اللي انا حاضرين فيه يكون الفنانين هنايا هو سي لوماج تاع خونا ابراهيمي عبد الكريم المدعو كريم اوبسيون اللي خدمت معاه مده 7 سنوات. انا شنو نقول
اللهم يا ربي يرحمه ويخذها ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي يجعله من 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 حتى جد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا شاهد لله سبحانه وتعالى كريم إنسان طيب ويحب الله سبحانه وتعالى. وأنا كنت الأخير متلاقي به بعد عندي في الدار ومن بعد كان الله وباقي الله ربي يرحمه إن شاء الله وربي يحفظ له وليدته ومازال الرجال إن شاء الله رانا واقفين وهذا واجب تاعنا كما قال وقوله الحق قال ماذا يفعل ربك الآن قال يرفع أقوام وينزل أقوام وهذا حق تعرف الله شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك الأخ مازال نزيد نشوفوا فنانين واحد أخرين قعدوا معنا السلام عليكم احنا رانا في اليوم ان شاء الله في دار الثقافة بلمسان وذكرى تاع خونا كريم وفات ذكرى خونا كريم ربي يرحمه ان شاء الله وكريم كان خونا وحبيبنا وكان ثاني كان فنان كان يمد البسمة والفرحة على الشعب الجزائري واليوم رانا متواجدين كاع مع لي زارتيس ربي يحفظهم وربي يسترهم وربي يرحمه كريم خونا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك الاخ مازال نزيدو نزورو فنانين ونزيدو نخرجو برا ونزيدو نسقسيو الشعب ونقعدو معنا وكيما نقدر نقول لكم اي ارواح روح السلام عليكم وعليكم السلام 29 صابير اوماج للمرحوم كريم رحمي يعني كريم اوسيون وكان انسان رائع كان انسان صالح ومتخلق وجد عنده اخلاق عاليه جدا عاليه صدير كما نقولوا متى تاع بكري الله يرحم لي ربه الله يرحمه الله يرحم لي ربه وحنا دائما نتفكروه ودائما في قلبنا ما ننسوش بلي دخل الابتسامة والفرحة في البيوت الجزائريين ودائما كان يضحك حتى مما يكون عنده مشاكل يكون عنده شي تلقاه يضحك هذا هو المنظور تاعه المرحوم هذا كريم نطلبوا له الرحمة ما شاء الله وكل عام نديروا له الماتش كيما هكا ونتفكروه وان شاء الله يستجيب وليداته ويرعاهم ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك حتى انت بارك الله فيك وبارك كاع الفنانين اللي فاتوا معنا ونتلاقاو دروك غادي نخرجوا ان شاء الله برا ونهضروا مع الشعب قول هذا اي روح نهضر مع الشعب اي روح معنا اي روح علينهم علينهم اي روح معنا السلام عليكم كيما راكم تشوفوا اليوم رانا في ميزون كولتور تلامسان اليوم كاين حفل فني بمناسبه تكريم الفنان المرحوم كريم ابراهيمي المعروف بكريم اوبسيون السلام عليكم بونسيام عليكم خوتي احبابنا لي زامي تاعنا كما راكم تشوفوا اليوم رانا في دار الثقافه راه كاين حفل فني لذكرى وفاه الاخ كريم ابراهيمي المعروف بكريم اوبسيون وانا نقول لكم الرساله تاعي انه كريم مازال ما ماش راح في قلوبنا ودعوا له بالرحمه السلام عليكم معكم يوسف اسلام يوسف اسلامو كوميديان اليوم 29 ديسمبر 2018 مرور سنه على وفاه اخونا كريم ابراهيمي المعروف كريم اوبسيون كريم ما مات كريم مازال في قلوبنا وندعوا له ان شاء الله ربي يرحمه السلام عليكم اليوم مرور سنه على وفاه اخونا كريم ابراهيمي مسمى بكريم اوبسيون ربي يرحمه ويلا يرحم كاع لي كوميديا كاع اللي ماتوا على الجزائر ونشكر حتى نبيل خونا على هذه المبادره اللي درتها